معناها انا يخليوني في حاله هستيريه رشي اوغ دو مو اول مره باش نعمل ستوري هكا باش نقول فيها برشا كلام خايب مع بيت كليب في شعب ما نجمش ما عادش نجم نسكت. معناها خليوني في حاله هستيريه انا وساندرا. معناها اليوم يظهر له سي امين قاره وانا فسخت لي فيديو ما في بالش باش ينقلها حرف بالحرف حرف بالحرف نقل لي ليميسيون تاعي على خاطر مشينا حطيناها على بروبوزي في الحوار التونسي. اليوم يظهر لهم باش يعملوا فيديو نعملوا كابسول بالحرف بالحرف فيهم سيناريو نتاعي انا وساندرا فيهم سيناريو نتاعي انا وساندرا بكل شيء حرف بالحرف لخني مدام سونيا تهمني تبارك الله عليك بالخني بالقهوه بكل شيء تجي تحكي كم كواح لي سيناريي والله حتى البوبيل ما حبوش هذاك السيناريو نتاعي انا اللي تقول فيه نتاعنا احنا نتاعنا احنا سي امين قاره نتاعنا احنا بعد كلامني في التليفون انا ما في باليش انا ما في باليش كوم بازار اخترت الخدمه هذوما الكل وكي جيتك سي امين قاره وقلت لك راني جوفي بروبوزي الحوار التونسي وراهو تيس على سي بون علاش قلت لي اوكي انا مانيش باش نخدم راني الخدمه انا باش نخدم لي كاسوسيو شو ايش نقول لك بيناتنا القضاء شو تحبوا تعملوا لي الحوار شنو باش تعملوا لي كيما عملتوا لو سوجي باش تسكروا لي شان يوتيوب نتاعي باش تعملوا لي تعملوه والله العظيم اللي نسيكت على حقي والله العظيم اللي نسيكت انا الفكره مقيدتها والسيدي عندي وكل شيء عندي اوكي اللي باش تعملوه باش